نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي. حياك وبياك ولدي، سلمك الله. نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا سؤال تفاعل منصة تكس. نعم. سؤال تفاعل يقول: حدثنا عن كتاب قرأته كاملا في يوم واحد. في يوم واحد. في يوم واحد. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أظن سبق لنا نحو هذا السؤال، لكن كان الظاهر في جلسة واحدة. نحن اليوم اليوم أوسع من جلسة، قد يتعدد جلستين ثلاثة، لكن عندك اليوم كامل، وأظن ستكون تجارب طيبة للإخوة في هذا الباب. نعم. أخونا ابن الإسلام يقول: روايات الأستاذ داود العبيدي رحمه الله فهي نافعة وهادفة. نعم. وغلبها قصيرة ينتهى منها خلال يوم واحد، بل في جلسة واحدة. صحيح. منها حديث الشيخ وجبل التوبة وقصة الرجال الثلاثة وغيرها. والله عموما الروايات، طبعا أول شيء الدكتور العبيدي رحمة الله عليه كتاباته من طبعا الروايات التي يكتبها هي من باب الأدب الإسلامي، يراعي فيها يعني الحدود الشرعية، يعني هو مما يوصى به. حتى دار الرواية سبق أن عرفنا بمجموعة من الإصدارات لإصدارات دار الرواية للدكتور رحمة الله عليه، وهم رواياته متزنة هادفة، يعني فيها شيء من ذلك. ولا شك أن الروايات كلها ترى من هذا الباب، اللي ما يبغي يطول معها نهائيا، حتى اليوم واحد كثير عليها، جلسة واحدة ويلا الخرج. ها. فلاح مطيري يقول: من أجمل الكتب التي قرأتها في يوم واحد، وهو جدير حقا بالعناية والاهتمام، ورزاه الله خيرا مؤلفه. نعم. كتاب لأنك الله للشيخ علي الفيفي. نعم، صدق. أصلا كتب الشيخ علي الفيفي كلها وفقه الله يعني في غاية الاختصار والجودة، وفيها ما شاء الله من المعاني قد لا تجدها في غيرها في غيرها من الكتب، إلا تكون متناثرة عند المطولات وشيء من ذلك، مع أسلوب الرشيق وفقه الله، ونتمنى إن شاء الله نستضيفه في هذا البرنامج بإذن الله. وأخونا الشهاب يقول: كتاب الأجرومية والبلبل الطوفي رحمه الله. طبعا هذه متون يعني، وقرأها في يوم واحد كيف يعني قرأها؟ يعني بس كذا مراجعة يعني يكون مر عليها كاملة. الأصل في المتون أنها تقرأ، يعني تقرأ على المشايخ، هذا الأصل فيها يعني، إلا كان هو يعني كيف سيتأهل وتعداها مثلا، درسها ثم جاء راجعها في يوم واحد، يقصد الظاهر المراجعة شيء ثاني. على العموم ممكن المراجعات أصلا للكتب هذه مختصرات وغيرها، يعني يمكن مراجعتها في يوم، خاصة الإنسان إذا هضم أو حفظ المتون يستطيع يراجعها في يوم، يعني إذا ما طالت جدا يعني. نعم، ممكن. أخونا هذا سمى نفسه البحر المحيط يقول: كتاب البحر المحيط. أيه، مسمى نفسه لا ما قرأ، أو يقول مسمي نفس اسم الحساب يعني. نعم نعم. يقول: كتاب السنة لحرب الكرماني، يقول هو مفيد وشامل. طبعا كتب السنة عموما القديمة للأئمة كانت مختصرة، ما كانت مطولة، قليل منها ما هو مطول، فهذا مثله يمكن إنها في يوم واحد، وبعض حتى في أقل من ذلك. حرب الكرماني كتاب السنة الموجود قصير، يعني ما هو كبير، يمكن إنها في يوم واحد بالراحة يعني. ها. أخونا وعلى غراره مجموعة من كتب السنة للأئمة، يعني عندك كتاب السنة المزني مرة مختصر، معتقد أهل الحديث، اعتقاد أهل الحديث وغيره، يعني مختصرة جدا. وكتاب التبصير، كتب أئمة الاعتقاد القديمة تراها مختصرة، تنهي في اليوم الواحد، ترى عددا منها، ليس كتابا واحد، عدد منها تنهي. وترى على فكرة إنهاء عدد من الكتب في باب واحد في وقت واحد، ترى يعطيك تقارب ذهني للمسائل، وهذا التقارب أول ما ينتفع به طالب العلم، تجتمع عنده مسائل، تعطي رؤية تكاملية للمسائل للمطروح، تعرف الفوارق بين التصانيف، الزيادات أين هي، التفاوت في التأليف، الاستدلال، التمثيل، هذا إذا قرأتها في وقت متقارب يعني، ما بالك لو قرأتها في يوم واحد كلها، سبحان الله تجد عنده فوائد كبيرة جدا. نعم. أحمد خليفة يقول: كتاب الرحيق المختوم قرأته في يوم وبضع يوم لشدة اشتياقي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذة قراءة الكتاب لازمتني خلال حفظ القرآن والسنة، ما شاء الله، لأنه أصبح عندي تصور لحالة المسلمين خلال نزول الوحي،
وهذا رد على منكر تعليم السنة والطهارة إلى آخره. جميل، هذا كتاب يعني كتاب مجلد حقيقة، وكتاب كبير ليس بالقصير، ينهي في يوم يوم شوية بعضه. لا بأس، ممتاز، وهذه همة الحقيقة، هذه همة، جزاه الله خير. إنهاء أمثال هذه المجلدات في يوم من وشيء أو في يوم إلا، ترى هذا من الهمة العالية. وأنا متأكد أنه كثير من الأخوة ترى على هذا غرار، وعندهم مثل هذا، يعني مثل هذا الإنجاز العلمي، وهذا هو الذي يثمر عند طالب العلم. نعم. ها ألوها تقول: لم يحصل لي حتى الآن، ولكنه هدف أسعى إليه. ليس من صعوبة الأمر، ولكن كوني مرتبطة بين تدريس وأمور المنزل وطالبة في القراءات. طبعا هناك كتب ترى ممكن حتى المشغول الذي عنده دوام ووظيفة وشيء من ذلك، ترى هناك كتب ما تتجاوز عصرية ومغربية، مع إذا ضمتها مع عشائية إن شاء الله تنتهي منها كثيرا. بعضها ترى على فراش النوم تنهيها بإذن الله. على العموم يا ولدي، ترى الكتب التي تنهى في يوم تراها أكبر نسبيا من الكتب اللي تنهى في جلسة. والسبب، السبب أنها يعني تحتاج إلى إما تفريق في الأوقات، إما لشغلك أو هي الحاجة الذهنية والكد الذهني، أو لسعة الموضوع الذي فيه تكون مجلد مبسوط مثل الرحيق المختوم. ممتاز إنهاء في يوم، ليته يستمر على هذا، كان أنهى عدد كبير من المجلدات في السنة الواحدة. ويتأتى هذا كثيرا، كثير من الكتب بعض الفنون أصلا ما تحتاج إلى كد ثاني، الجلسة الواحدة ترى تكفيها، فضل عن اليوم الواحد تقرأ فيها الكتاب كتابين في اليوم، ثلاثة ممكن في الفن الواحد، خاصة الكتب اللي هي مما يمر عليه، يعني مما تقرأ ويستفاد منها وشيء من ذلك يعني. أما الكتب هي التي حقيقة يطيل فيها الكلام والقراءة والتأمل، هي ما تحتاج إلى مدارسة. الكتب العلوم الشرعية، كتب سواء كتب الآلة أو الغاية، هذا أو هذا، كلاهما ترى مما يحتاج فيه إلى نوع من المباحثة والمدارسة، لما تمضي القراءة هذه العلوم لا تمضي عليها قراءة، تمضي عليها تفتيشا وبحثا واستدلالا واستشكالا وجوابا بهذه الطريقة، وهذا هو وجه النفع منها. أما الكتب الباقية ترى تنهيها إن شاء الله قراءة، والأمر سهل، ولو نوع الإنسان من الكتب التي قرأها سيرى إن شاء الله فائدة كبيرة جدا في هذا الباب. لكن لا يهمل فكرة أنه ينهي كتابة في يوم، عندنا إجازات اللي يقول مشغول وظيفة عنده، في إجازات تمر معنا، لو يحط عنده ضمن المشاريع إنهاء في يوم الإجازة أو في يومي الإجازة مثلا كتاب مجلد، ممتاز، سيمضي السنة وعنده مجموعة كبيرة من المجلدات. نسأل الله التوفيق للجميع. آمين. نبدأ بسم الله. بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا أحد المشاريع الرائدة في باب تقريب العلوم وتيسيرها على الطلبة المبتدئين، وفيه استعمال الوسائل الحديثة المقربة للعلوم الشرعية لطلبة العلم، وهذا حسن جميل جدا. فاستعمال الوسائل الحديثة من تشجير وجداول وتلوين وتفقيرات وتنسيقات وتدريبات وغيرها، وغيرها، هذه من الأشياء التي تقرب المادة العلمية لذهن طالب العلم، وهي حسنة جميلة. وهذا الموضوع بالذات اللي هو موضوع محاولة تبسيط العلوم الشرعية لطلبة المبتدئين، ترى يا ودي لا يحسنه كل أحد، هذا ترى يكون ناتج عن وعي ومعرفة تامة بالمتون وحاجة الطلبة، وقدرة عالية في معرفة التشقير، قال التشقير، التشجير رحبان المحل ثاني التشجير والجدولة وغيرها، تحتاج إلى براعة في مثل هذه، لأنه ليست كل المسائل على سواء ولا تفقير على بطريقة واحدة. هذا المشروع بدأ أولا بما بالحقيبة، صار يعرف كله بحقيبة التأهيل الفقهي، هذا المشروع بدأ كذا. بداية كانت هذه الحقيبة خاصة بالمذهب الحنبلي، لما طرحوا المذهب الحنبلي على بهذه الحقيبة، هذه الحقيبة يعني هذا الصندوق عندنا تحت داخلي أربع أجزاء سيأتينا الآن شرحها بالتفصيل، لما نجح معهم هذا المشروع ما شاء الله، شوف بين يدي الطبعة السابعة يعني، بدأوا يتسلسلون بعد يأتون على المذاهب الباقية خدمة لأهلها وأصحابها وتلاميذها، وبدأوا يفعلون في المذاهب الثلاثة الباقية كما فعلوا في المذهب الحنبلي، فكان الانطلاق منه والبداية منه، ثم انطلقوا بقية المذاهب، وسنأتي عليها إن شاء الله في حقائبها. أما الأول عندنا فهو بعنوان حقيبة التأهيل الفقهي، المذهب الحنبلي هو أول الإصدارات التي صدرت عن مركز فقهاء للبحوث والاستشارات والدراسات وفقهم الله، وهو مشروع قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عامر بهجت وفقه الله. وهذا الحقيبة عبارة، هذه الحقيبة عبارة عن هذا الناتج، الناتج عبارة عن مجموعة من الكتب اللي بين أيدينا، كل كتاب منها يطلع بعلم معين أو بفق أو بجزء من العلم. طبعا أول ما بدأوا عندنا مثلا، عندنا هذا الجزء الأول، شوف مكتوب الجزء الأول عندنا، هذا المدخل الجزء الأول، شوف الأول عندنا، جعلوه بعنوان الفقه الأكبر وهو يتعلق بالعقيدة، والجزء الثاني منه يتعلق بالمدخل
إلى الفقه الإسلامي، وخصوا الفقه الحنبلي بالذات. طبعا هو الفقه الإسلامي لكن الفقه الحنبلي البدايات قبل نشوء المذاهب، لازم تعطي الفقه الإسلامي بداية كيف كان إلى بداية الأئمة، ثم إذا جاءوا عند الأئمة يبدأ بعد ذلك كل مذهب ينحون فيه إلى طريقته، طريقتهم في التصنيف، مشايخهم، وهكذا بعدين ينطلقون على طريقة المذاهب. هذا يا ولدي عندنا الفقه الأكبر. أول ما بدوا طريقتهم أنهم يبدأون أولا، طبعا هذه إن شاء الله يبال الإخوة، هذا بداية كان في مسائل الاعتقاد وقد أحسنوا جدا، فإنها مهمة في هذا الباب، وقد جاءوا إلى كتاب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد القاضي وفقه الله، واختصروه في الكتاب، وجدوا أنه مناسب للمقرر المعتمد عندهم في يعني في الدورة التدريبية الحقائبية هذه، وأخرجوه، وهو كتاب سموه العقيدة، سماه الشيخ العقيدة الميسرة للدكتور فضيل الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي وفقه الله. قاموا بعد ذلك على تشجيره، وكما ترى في هذه الطريقة التشجيرية، شوف هذه، لاحظ معي إن شاء الله يبالي الأخوة، طريقتهم أولا يبدأون بتشجير كامل المادة العلمية المطروحة حتى إذا انتهى، هذا كامل بأبوابها بمسائلها حتى إذا انتهوا، شوف كاملا هكذا، حتى إذا انتهوا من المادة تشجيرا يأتون للمادة تدريبا وأسئلة وتنشيطا للطلبة ومراجعة لما سبق أن أخذوا. وهذا هو بعد ذلك يبدأ كتاب التمارين، شوف معي هذا كتاب التمارين، يبدأ لمسألة العقيدة الكبرى يسمىها، شوف كتاب التمارين، كل ترى المشروع قائم على هذه الطريقة. يأتي كتاب التمارين عبارة عن أسئلة محاولة لاستنهاض أذهان الطلبة، هل تم التحصيل، فهموا أو ما فهموا، هذه الأسئلة كاملة مرقمة من أولها إلى آخرها، حتى إذا انتهوا من أبواب الاعتقاد دخلوا بعد ذلك فيما في الفقه الإسلامي، أو مدخل إلى الفقه الحنبلي الإسلامي أولا ثم الحنبلي آخر. شوف بدأوا هكذا بهذه الطريقة، يبدأون يعطوك فكرة هذه المشجرات، وحتى إذا انتهوا من طريق التشجير لكامل موضوعات الفقه فإنهم يدخلون للتمارين، وهذه التمارين كما ترى إلى نهايته. هذا الأول، هذا الأول ضمن يعني هذا الأول ضمن الفقه الحنبلي. هذا الثاني عندنا وهو ضمن السلسلة هذه، بدأوا في الفقه الآن، الفقه ترى هو المقصود الآن عندنا، لكن عندهم مداخل ولهم وفي توابع. هذا الثاني، الجزء الثاني خصوا بفقه العبادات، وفقه العبادات طبعا على نفس المنوال من التشجير، جاءوا إليه وشجروه ومن أوله كامل الأبواب العبادات من أولها إلى آخرها تشجيرا، ومروا عليها كاملا، وجعلوا المعتمد في المذهب هو المعول عليه، وهذا الغاية والقصد والأساس الذي انطلقوا منه في تشجير المادة المقررة في هذه الحقائب، ممتاز، عبروا فيه على ترى كل المذاهب الأربعة في حقائبهم التي أفردوها في هذه الحقائب وفي المسائل التي أفردوها في هذه الحقائب. هذا الأول يشجر كاملا كما ترى، ثم بعد ذلك بعد أن انتهوا من التشجير جاءوا إلى كتاب التمارين لأجل استنهاض الهمم ومعرفة محصلة الذهن للطالب، هذه الأسئلة لكافة المسائل المشجرة ضمن هذا الفقه العبادات. هذا الثالث وهو يتعلق بفقه المعاملات وفقه الأسرة وفقه الجنايات، فعندنا ثلاث أقسام. نعم، بقي أبواب الفقه بعد العبادات، بعد العبادات فهكذا. شوف بعد المعاملات بدأوا بالتشجير كما ترى هذه المشجرات، فلما انتهوا منه جاءوا إلى التمارين، ثم كذلك هذا فقه الأسرة المعاملات، آسف، بعد ذلك آتوا فقه الأسرة ثم الجنايات، كله أيضا الجزء الثالث على هذا المنوال. الجزء الرابع عندنا وهو الأخير في ضمن حقيبة الفقه الحنبلي، القواعد الفقهية وأصول الفقه، قسمان داخل هذا الجزء. أولا بدأوا بالقواعد الفقهية وذكروا من القواعد الفقهية مجموعة منها، وعندهم مقرر معتمد، وأنا كنت أود الحقيقة أن يذكروا في كل كتاب على أي مقرر اعتمدوا عليه، بالذات خصيصا في فقه الحنابلة ذكروا أنهم اعتمدوا على كتاب المواهب الربانية في شرح كبرى القواعد الفقهية للشيخ أيمن الحبشي وفقه الله، وهو المحاضر بالدعوة الإسلامية، عولوا عليه في ذكر القواعد هنا، وطبعا ليتم ذكروا مطبوعات الكتاب أو شيء من ذلك. بعد انتهوا من تشجير القواعد الفقهية وهي مجموعة اختاروها هذا التشجير، جاءوا إلى التمارين، بعد أن انتهوا منها جاءوا إلى موضوع أصول الفقه عندنا، وأصول الفقه هو الثاني والتالي ضمن هذا المشروع اللي هو في أصول الفقه، وأصول الفقه المراد بها هنا أصول فقه الحنابلة، وقد عولوا فيه على مختصر التحرير كما ذكروا في المقدمة، وهذا حسن جميل، فإن وهذا كنت أتمنى أنهم فعلوه في بقية ما سيذكرونه من أصول الفقه. طبعا ومضى موضوع الأصول عند الحنابلة ولم يخلطوه بالأصول عند بقية المذاهب، لأن كل مذهب سيذكرون له قواعده وسيذكرون له أصوله المنفردة به. هذا عندنا الحقائب أو الكتب الأربعة لهذه الحقيبة وهي الحقيبة الحنبلية، وكما قلت لك
وهو عندنا الطبعة السابعة التي بين يدي، هذه دلالة على نجاح المشروع، نجاحا ما شاء الله. يعني أتمنى نسمع بعض الأخبار الطيبة من الشيخ عامر بإذن الله في مداخلته معنا. هذا ولدي الحقيبة الثانية عندنا، وهي تتعلق كما ترى بالفقه المالكي، وهذه الطبعة الثانية بين يدي، وهذا قلت لك جروا السلسلة على بقية المذاهب خدمة لها ولأصحابها وأتباعها. وهذه الحقيبة خاصة سموها التأهيل الفقهي، حقيبة التأهيل الفقهي، وهذه خاصة على مذهب الإمام مالك، مذهب المالكية. وها هنا أيضا على نفس المنوال وغرار ما سبق في تقسيماتهم، جاءوا إلى مدخل للفقه، إلى الفقه الإسلامي. طبعا المدخل هذا مدخل شيء عام كما ترى، الفقه الإسلامي ثم المذاهب، ودخلوا إلى المذاهب وشيء من ذلك، لكن هنا المادة غزيرة أغزى مما سبق، والظاهر أنهم وجدوا أن هناك حاجة. جعلوا بدأوا بالمشجرات ثم التمارين، ثم بعد ذلك جاءوا إلى فقه العبادات على مذهب مالك، وبنوا على القول المختار في المذهب والمعتمد عندهم، ولم يذكروا كتابا معينا شجروا فيه مسائل وشيء من ذلك. طبعا مسألة الاختيار وشيء من ذلك كان يحتاج، مع أنه في فريق عمل ما شاء الله راجعوا الأعمال وشيء من ذلك. هذا فقه العبادات أولا، قلت لك أول شيء تشجير المسائل ثم التمارين، هذا الثاني عندنا. الثالث عندنا من الأجزاء ما يتعلق بفقه الأسرة والمعاملات والجنايات، وأيضا على مذهب المالكية، وقسموه ثلاث أقسام، كل قسم بدأوا بالمشجرات ثم التمارين، المشجرات ثم التمارين ثم التمارين ثم إلى آخره. الرابع والأخير ما يتعلق بالقواعد الفقهية على الطريقة المالكية، وأوصول الفقه أيضا على طريقة المالكية، نفس الأبواب والتقسيمات. يعني جزاهم الله خير، لكن قلت لك ليتهم ذكروا ما عولوا عليه من الكتب التي لخصوا فيها موضوع القواعد أو شيء من ذلك، والأصول التي لخصوا منه هذا الكتاب أو كتاب الأصول وشيء من ذلك. الكتاب نفس الفكرة وغرار ما سبق على هذا المذهب، هذه حقيبة المذهب المالكي. نحن استعجالنا لأن تدخيل كل واحد يأخذ مشوار. هذا عندنا الثالث ضمن المشروع، وهي تتعلق، شوف الثالث ضمن هذا المشروع مقررات المذاهب، حقيبة التأهيل الفقهي الخاصة بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وهم طبعا راعوا، ما راعوا الترتيب الزمني إلا إما بقدر ما راعوا، إما بداية كانت المذهب الحنبلي بحكم أنه مذهب أهل البلاد، ويعني وهم مارسوه كثيرا تدريسا وتعليما وكذا، ثم لما رأوا نجح فكرة بدأوا بعد ذلك بالأئمة، بقية الأئمة. هذا الثالث عندنا، وهو على غرار ما سبق من التقسيمات والأجزاء الأربعة، هذه أربعة أجزاء عندنا على نفس المنوال. المدخل إلى الفقه عندنا، والمقصود الفقه الشافعي وتراتيبه، أولا مشجرات ثم تمارين كما ترى، وعندنا بعد ذلك فقه العبادات على نفس المنوال، وهذا خصله أيضا بمذهب الشافعي وترجيحاته والقول المعتمد عندهم. ثم ما يأتي في الثالث فقه المعاملات والأسرة والجنايات على نفس المنوال والغرار المعتمد عند الشافعية، وهكذا الأخير القواعد الفقهية وأصول الفقه عند في المذهب الشافعي، كلها بنوها على أول ما بدأوا بالمشجرات ثم الأسئلة والتمارين التي فيها التوضيحات أو فيها استدرار لذهن الطالب ومعرفة مدى إدراكه للمادة المطروحة أو الحقيبة المطروحة الفقهية ها هنا. وأنا أظن والله أعلم أن هذه الحقائب إنها لوحدها ما يستقل بها الطالب، أظن لها توابع والله أعلم، لها شروح على اليوتيوب، لأن لها شروح الظاهر كذا والله، هذا تبين لي. هذه الأخيرة عندنا المذهب الحنفي، حقيبة التأهيل الفقهي على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله زادوا عدد الأجزاء، صارت عندنا الأجزاء خمسة، شوف خلوه معي. هذه الأجزاء عندنا طبعا، هذا الأول ما بدأوا بمدخل إلى فقه الحنفي، وهذا جميل. لماذا لم يسموا البقية مدخل الفقه المالكي، مدخل إلى الفقه الشافعي؟ الصح هو اللي يحتاج كل مذهب إلى مدخل له، فجعلوا المدخل خاصا بالمذهب أحسن من العموم، هذا واحد. اثنين كما فعلوا هنا، هنا جعلوا جمعوا في الجزء الأول المدخل الفقه الحنفي، وأيضا بعده أصوله أصول الفقه، جعلوه تاليا وذكروا أصول مذهب الحنفية، والثالث القواعد، قواعد الفقه عند الحنفية، والرابع عندنا رسم المفتي، وهذا شيء تميز به فقه الحنفية وأصولهم، شيء خاص عندهم اسمه رسم المفتي. يعني رسم المفتي المقصود به ضوابط الإفتاء وشيء من ذلك وما يتعلق به، وحاجة كانوا يفردونها بالتصنيف ويسمونها رسم المفتي كذلك، وكيف يفتي والنوازل وشيء من ذلك. طبعا هذه الأبواب على نفس الغرار والمنوال، يبدون بالمشجرات في كل فن ثم يلحقون بالتمارين على نفس المنوال، لكن قلت لك ليت الأمر كان في المقدمة يذكرون الكتاب المعتمد الذي عليه عولوا في مثل هذه القضية، حتى يعرف هل هم لخصوه من مجموعة من
الكتب، هل كيف عرف مثلا في القواعد، على ماذا في التمثيل بالفروع الفقهية، على أي كتاب أول وشيء من ذلك، يعني هذا من باب زيادة الاطمئنان والتعويل على ماذا. إلا إذا كانت هناك مقررات معينة معتمدة أصلا موجودة جاهزة تدرس، وهذا إنما هي خدمة لها. وأنا أظن ذلك أيضا ليتهم ذكروا هذه المقررات إن شاء الله أنهم ينتبهون المرة الجاية. هذا الثاني وهو في فقه العبادات على طريقة الحنفية. ثم الثالث عندنا في الجزء الثالث ما يتعلق بفقه الأحوال الشخصية، والأحوال الشخصية هذه ألحق به بقية الأمور التي تتعلق بها من الأيمان والنذور. وعندهم الحنفية عندهم باب اسمه الحظر والإباحة، وهو مشهور اشتهروا به ذكروه أيضا، فإنهم ما تركوا من طريقة فقه أهل المذهب شيء إلا وذكروه من باب الإتمام والدراء والوقوف على ما عندهم في المذاهب، وهذا حسن جميل. والرابع فقه المعاملات المالية على نفس المنوال. والخامس عندنا والأخير ما يتعلق بفقه القضاء والجنايات والسير، والسير المقصود بها اللي هي العلاقات الدولية وشيء من ذلك، وهذا باب أيضا مما احتفى به الحنفية وأفردوه بالتصنيف وتتحدث المصنفات الفقهية. فهم عندهم زادوا الخامس يعني من ضمن الأبواب التي زادوها فيه عند الحنفية وفقهم الله. والكتاب أو الحقائب الأربعة كلها من إصدارات قام عليها أخونا، من إصدارات أول شيء مركز فقهاء للتدريب والاستشارات وفقهم الله، وبالاشتراك مع دار طيبة الخضراء من إصداراتهم، وقام عليها فريق علمي أظن كان أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عامر محمد فدا بهجة وفقه الله أحد القائمين أو المشرفين أو المراجعين، وظهر أن فكرة الألكيد هذا مشروع فكرته لأنه يحب التشجيرات والأشياء. الله يعطيه العافية. هذا الله يسلمك جاء إلى أحد المختصرات الفقهية المعتمدة عند المتأخرين من الحنابلة، وهو كتاب مختصر جدا يعني من أيسر أو من أخصر المختصرات، هو اسمه أخصر المختصرات، لا أخصر منه إلا كتاب فروع الفقه لابن المبرد يوسف بن حسن بن عبد الهادي. وحتى هذا لأنه سبق لنا أن عرضناه ترى في البرنامج قديما في الحلقة 197 سبق لنا، والشيخ عامر بايت هو اللي قام عليه وهو اعتنى به تفقيرا وتنسيقا وكتابة التمارين فعرضناه، هو أقصر منه، لكن هذا أخصر المختصرات متن متكامل عندنا. جاء الشيخ عامر إلى أخصر المختصرات وفقه الله ووضع عليه أسئلة وتمارين للطلبة، ونثر ظهر مواقع التواصل الاجتماعي حتى يجتهد الطلبة. هذه طريقة تعليمية وهي طريقة السؤال والجواب معروفة مطروقة، وسبق أن عرضنا مجموعة من النتاجات العلمية الفقهية حتى في العقيدة مطروحة وغيرها بهذه الطريقة. هو جاء وطرح الأسئلة ونثرها، بعد ذلك جاء أخواني فاضلان وجدوا الأسئلة جيدة ومستوعبة لكافة الكتاب، فأجابوا عنها بألفاظ المؤلف من داخل الكتاب نفسه، فسارت الأسئلة حاوية لمادة الكتاب من الفروع، وأيضا الإجابات بنص لفظ المؤلف كما هو مذكور في أصل الكتاب العلامة بن بلبان رحمه الله. الكتاب بعنوان أسئلة وإجابات، الأسئلة والإجابات على متن أخصر المختصرات العلامة بن بلبان رحمه الله. أما الأسئلة فهي من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عامر بن محمد فدا بهجت وفقه الله، وأما الإجابات فهي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ مشعل بن شطي الشمري وأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عودة الشمري وفقهم الله، وقد قاموا بنفس النسق. شوف هذه الأبواب حافظوا على نفس ترتيب الكتاب، ما تغير شيء من ترتيب الكتاب ولا حتى تجاوزوا عباراته. الكتاب كتاب الطهارة، السؤال الأول طبعا السؤال الأول هذا جوابه، السؤال الأول من طرح الشيخ عامر بهجت، وهذه أجوبة الإخوة، وقد راجع والكتاب بعد أن الكتاب ترى ما فيه لا هوامش ولا غيره، عبارة عن إجابات مفقرة بألفاظ الإمام نفسه ابن بلبان رحمه الله في الكتاب أخصم الصلاة 1233 سؤالا. التسلسل للأسئلة من أولها إلى آخرها أو الإخراج جدا رائع وفقهم الله، والكتاب في مجلد من إصدارات دار طيبة الخضراء وفقهم الله. هذا يا ولدي أيضا ضمن نفس الغاية والهدف من تقريب وتيسير أحد المتون المشهورة في أصول الفقه وهو كتاب الورقات. أتى أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عامر بن محمد فدا بهجت إلى كتاب الورقات وأراد أن يجعل عليه أسئلة وتمارين وتدريب للطلبة، فشجر مسائله وأتى بنظم العمريطي معه، يأتي بكلام الجويني أولا ثم بكلام نظم العمريطي، ثم بعد ذلك يبدأ يشجر لك ثم يذكر الأسئلة ثم التمارين التطبيقية للطلبة. والكتاب سماه التدريبات على الورقات في أصول الفقه، هذه عبارة شارحة حتى بين قوسين، يحتوي على خدمات تعليمية تنتقل بدارس الورقات إلى جانب التطبيق مع دعم محتوى الورقات بمشجرات توضيحية. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عامر بهجت وهو ممن يحسن هذا الفن وفقه الله، هذه طريقته أنه يأتي أولا بكلام الجويني هذا المتن
بالأزرق والأحمر نظم العمريطي، من باب حتى يكون هذه التدريبات والأسئلة والتشجير شامل للنظم والمتن والمنثور منظوم، ثم يأتي بأسئلة نظرية، ثم يأتي بأسئلة تطبيقية بعد ذلك. كل الكتاب اللي سماها التدريبات، كل الكتاب على هذا المنوال، كلام الجويني المنثور المنظوم للعمريطي لنفس الورقات، ثم هذه المشجرات، هذا تشجير الباب كاملا، أسئلته النظرية، أسئلته التطبيقية والتدريبية. وضحت الكتاب كله على هذا المنوال من أوله إلى آخره، وفقه الله. الكتاب من إصدارات مركز فقهاء للتدريب والاستشارات بالاشتراك مع دار طيبة الخضراء، وفقهم الله. هذا الأخير عندنا وهو كتاب صدر حديثا، وهو شرح لنظم منتقى من كتاب معروف في السيار في أصول الفقه عند الحنابلة. أما المتن المنتقى منه النظم فهو كتاب مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله، مشهور، وهو قد اختصر في كتاب التحرير للمرداوي. لما نظم المختصر التحرير صار كتابا سيارا عند المتأخرين من الأصوليين من الحنابلة، وصارت له عدد من الشروح، منها شرح كوكب منير وشرح كبير جدا. المقصود جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عامر بهجت، فانتقى من النظم ما كان من قواعد الأصول مفيد مباشرة، يعني ما له تعلق مباشرة بالفقه، فانتقاها من النظم. إذن النظم ليس مختصرا للمختصر التحرير، لا، ليس نظما له، وإنما منتقى منه، فسماه النظم الصغير، عرفت، من مختصر التحرير. هذا النظم الصغير مختصر التحرير لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عامر بن محمد فداء بهجت وفقه الله، وهو صاحب نظم مستعذب. عرضنا له ترى مجموعة من المنظومات، ما شاء الله تبارك الله، ويعني له ولع بالنظم وله ذوق في هذا الباب، ما شاء الله تبارك الله. النظم الأضرع، عرضنا له كتاب النظم المعسول وأنظام الحنبلية والمجموع البهي، فيه والمجموع البهي، ما شاء الله تبارك الله، ونظمه بهي أيضا. هذا الكتاب لماذا سمى المجلد حقيبة النظم الصغير؟ هو بعد أن نظم هذا النظم جعل اشتغل عليه بأشياء معينة. أولها خلينا نبدأ بالداخل. طب خلينا نقرأ العنوان كامل، ما قرأنا العنوان كامل يا ولدي، هذا العنوان عشان بس اللي بالي الأخوة. سماها طبعا العنوان كاملا حقيبة النظم الصغير من مختصر التحرير، حقيبة تعليمية تحتوي على النظم الصغير في أصول الفقه، وهو من نظم الشيخ عامر بهجت، على مع حاشيته التطبيقية، وهذا له أيضا سيأتينا، وشرحيه سيأتينا بعد قليل، أحد شرح له وشرح لغيره، وتفقيره وتشجيره وتمارينه، يعني هذا شغل كامل مرتب، يعني هذه حقيبة كاملة داخل هذا المجلد. أشوف أو طبعا هذه البركودات الحقيقة الماسح الضوئي يحتاج إليها، وهنا أحسن جدا، فإن النظم هذا مقروء قراءة، النظم قراءة جميلة جدا، لو جاءت على الماسح الضوئي يخرج لك القراءة بصوت عذب، هو يقول الشيخ بصوت عذب، أنا ما أدري بصوت مين صراحة. لكن والثاني هذا شرح النظم، شرح له الشيخ، شرح النظم في دروس له الشيخ عامر بهجت، فمن أتى إلى استخرج من هذا الباركود يجد الشرح كاملا. وهنا شرح للحاشية، وهنا النسخة التفاعلية اللي هي فيها التطبيقات وشيء من ذلك. وهنا جاء إلى أولا جاء بنص النظم كاملا، هذا القسم الأول، وهو نص النظم الصغير كاملا مشكولا مرقما أبياته كاملة من أولها إلى آخرها، ثم بعد ذلك كتب النظم تنظيما، فقر النظم تفقيرا منظما على هذا. شوف بعد ما انتهى 90 بيتا، بعد أن انتهى منها شفت سماه النظم المفقرا، وهو قد فقره ويقول تفقير يجعل الطالب يفهم مراده من هذه الأبيات، فقرها كاملة كما ترى، هذا كامل النظم. بعد أن انتهى منها جاء إلى قضية وضع الحواشي أو وضع هذا الشرح والتدريبات على هذا النظم، جاء بوضع هذا، يأتي بالأبيات، وهنا يأتي بالمشجرة للمكان المنظوم، ويأتي هو يشرح بعد ذلك شرحا لهذه الأبيات ويتكلم عنها وفقه الله. وهذا الدرس الأول والثاني والثالث وهكذا قس. الجميل طبعا هذا يعتبر توضيح وحاشية وشرح ومشجرات وتمارين فيها. الجميل أن كل ما يتعلق بالمسائل الفرعية التطبيقية على مسائل الأصول جعلها كلها من مسائل أو قضايا المرأة أو فقه المرأة أو شيء من ذلك، لأن المسائل التي فيها أول شيء كثيرة، والثاني العت والعجن فيها كثير جدا، فتخريجها أو أراد منها باب توضيح كثير من المسائل المطروقة أنها
طرقت خطأ في مسائل المرأة، فجاء بها لأجل توضيح وجه الخلل الأصولي الذي حصل لمن كانوا يكتبون في هذه القضايا، وقد عوج بهم الفهم وشططوا في النتيجة، والسبب إخلال بمسائل الأصول جعلها الجانب التطبيقي لهذا النظم، وفقه الله حتى انتهى منه. والكتاب من أوله إلى آخره هو وفقه الله شرحه، وأتى من أوله إلى آخره الشرح، فهو نظم وفقر وشجر وشرح ومثل الكتاب حتى إذا انتهى إلى نصف الكتاب، هذا تبقى نصف المجلد تقريبا. جاء أحد الإخوة الأفاضل المشايخ وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله بن أحمد الملحم وفقه الله، وشرح الكتاب، وجد النظم، وقل حفظ النظم، وبدأ يشرح هو نفسه ويعلق نفسه تعليقات ويشرح، فعرضه على الشيخ عامر فيقول أنه أعجبه الشرح فطلب منه الطباعة، فطبع شرح الشيخ عبد الله أو الشيخ محمد بن عبد الله الملحم مع في الجزء الثاني أو القسم الثاني من الكتاب، وهو شرح مزجي لكامل النظم، لكن هذا فيه تطويل. أولا اعتمد فيه على المشهور مذهب الحنابلة الأصوليين، هذا واحد. اثنين، دلل ومثل لكل مسألة أصولية مذكورة. وثلاثة، أتى بالقيود وأتى بما يحتاج إلى بيان وتوضيح، فصار عنده تنبيهات وتتمات عندنا، فتم ما أراده من هذا النظم، وسماه فيض الخبير على النظم الصغير. وهذا كتاب داخل كتاب لم يذكر في أصل الغلاف، ومما ينبغي يتنبه له أن بعض الكتب توجد في بطون كتب أخرى لكن عنوانها لا يوجد في الداخل. والشيخ وفقه الله هذا كده الأحمر الذي بالأحمر هو من أصل النظم، لفظ أخينا الحبيب فضل الشيخ الدكتور عامر باجت، وأما البقية شرحا وتمثيلا واستدلالا وغيرها فهو لأخينا الحبيب الشيخ محمد الملحم وفقه الله، والكتاب هو عبارة عن نصف مجلد، كلا العملين في مجلد واحد من إصدارات دار طيبة بالاشتراك مع مركز فقهاء للتدريب والاستشارات وفقهم الله. نستأذنك شيخنا في مداخلة. نعم. معنا الدكتور عامر بهرت أستاذ الفقه بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، حياك الله دكتور عامر. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الوهاب، حيا الله شيخنا الشيخ عبد الله. عليكم السلام، يا مرحبا. حياك الله، يا هلا ومرحبا. نرحب بكم، الله يبارك فيك. نرحب بكم يا شيخ عامر في هذه الليلة، ولكم جهود مشكورة في تقريب العلم وتيسيره، ونظم عذب يعني مشهور صار في الآفاق حفظكم الله. ما سبب ولودكم إلى هذا الباب، باب تيسير العلم على الطلاب والنظم لهم للمبتدئين؟ السؤال إيش شيخنا؟ ما سبب ولودكم إلى باب التدريبات للطلبة المبتدئين وتيسير العلم لهم بالنظم؟ أي نعم نعم، السبب في هذا الله يحفظكم ويبارك فيكم أنني من المبتدئين. الإنسان يعني المبتدئ في العلم من أمثاله يعرف حاجة أقرانه وأصحابه وزملائه، فلأجل هذا اتجهت إلى هذا الأمر، يعني وجدت فعلا في احتياج واضح جدا للمبتدئ في العلم إلى يعني شيء من التسهيل والتقريب، فاستعنت بالله عز وجل يعني واستشرت المشايخ الفضلاء، فكان هذا إن شاء الله هو السبب. ما شاء الله، نسأل الله القبول والنفع. مساك الله بالخير يا شيخ عامر. الله يسعدك شيخنا. نحن الليلة سعداء بمداخلتك ونتشرف بك، الله يعطيك العافية. وأنت صرت قامة علمية كبيرة في هذا الجانب، خدمة العلوم الشرعية من طريق النظم، الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. وهذا من تواضعك أنك تذكر أنه مثلك المبتدئين، جزاك الله خير. يعني إذا كان مثلك مبتدئ أجل إيش تقول على أمثالنا، الله يعطيك العافية. يا شيخ شيوخنا الله يحفظكم، الله يرضى عليك. أولا يا شيخ، هل هذه المتون التي أنت شجرتها ونظمتها هل لك شروح عليها بحيث أن واحد يرجع إلى شرحك على موجودة يعني ولا لا؟ والله بعضها وبعضها، يعني بعض المتون موجود عليها شرح، يعني المنظومات بعضها موجود عليها شرح. طيب، يعني إما شرح صوتي أحيانا أو شرح كتابي، وبعضها لا، بعضها لم أشرحها، يعني إما لطولها مثلا فيه نظم يعني بأخر صدر لسه يعني ما نزل في المكتبات. نعم. اللي هو الغذاء والدواء، لكن منشور في الانترنت. نعم. الغذاء والدواء في منهج معاملة العلماء وما ينسب لهم من الأخطاء، هذا ما شرحته، ما كتبت عليه شرحا لأنه طويل، يعني 400 بيت تقريبا. طيب في أشياء قصيرة كتبت عليها شروح. طيب يا شيخ، هل شروحك أصلا أقمتها قصدا لشرح النظم، ولا كانت أصلا شرح لكتاب ثم جاء النظم بعدها؟ يعني لا، هي كثير منها بعد النظم. يعني قصدت النظم. أحيانا نؤلف زي الحقيبة، الحقيبة الآن شيخنا. أي جميل. التأهيل الفقهي هذه. أي نعم. انتهيت ولله الحمد من نظمها كاملة ولله. الحقائب هذه كلها اللي أربعة اللي عرضناها. لا لا، فقط الحنبلي.
الحنبلي ما شاء الله. انتهيت من نظمه في أقل من 1000 بيت جميع يعني التوحيد والمدخل والفقه بأرباعه الأربعة والقواعد الفقهية وصول الفقه كلها مجتمعة أقل من 1000 بيت يعني تقريبا يعني دون الألف. طيب أنت يا شيخ كم أصدر لك حتى كم أصدر أصدرت حتى الآن؟ والله شيخنا شيء يسير الحمد لله يعني ربما 10 أو شيء من هذا القبيل. لا أظن أكثر يا شيخ. سبق أن عرضنا يمكن 7 لك أو 7 كتب أو 6 وهنا ما شاء الله مجموعة منها يمكن مثلها وشيء من ذلك لعلها أكثر يا شيخ. طيب يا شيخ بالنسبة لرسالتك الماجستير والدكتوراه هل طبعت ولا ما زالت إن شاء الله يعني كعادتك في التسويف الله يعطيك العافية؟ والله يا ما طبعت الحقيقة. بالنسبة لرسالة الدكتوراه هي تحقيق مسائل حرب الكرماني عن الإمام أحمد نعم. قسم الطهارة نعم. وهذا يعني نشر في الشاملة في المكتبة الشاملة المتن فقط بدون الدراسة والإضافات ولا يحتاج إليها يعني الذي يحتاج إلى يعني المتن والحمد لله منشور في الشاملة. ومن تناوي تطبعها يا شيخ؟ ما أظن لأنه طبعها شيخنا الشيخ محمد السريع وهو أحسن مني وما أقول أحسن مني ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أنظم العصا بل هو يعني من أهل الصنعة ومن أهل صحيح صحيح. العناية بالمخطوطات فطبع الكتاب فاستغني عن طبعته جملة وتفصيلا. صحيح هو كمتن وجد لكن شيخ كالتعليقات الفقهية وكذا يعني العمل الفقهي لعله يكون هو يعني ما يميز الباحث وشيء من ثاني. طيب الماجستير؟ الماجستير أحكام الصوتية في العبادات والمعاملات المالية جميل. لم تنشر أيضا لكن لعل اتجهت تفكر. بعدها يروى النظم وكذا وشغلني عن طباعتنا. طيب يا شيخ أنا اللي فهمت شيخ أنه من ضمن مقدماتك أنكم والله أعلم أنه عندك مشروع أن تستوعب المتون التدريسية على طريقة الحقائب هذه هل هذا صحيح فهمي ولا لا؟ يعني أنتم بديتوا بفقه الحنبلي واختصرتم مجموعة والظاهر أنه في المقدمة ذكرت ذلك هل فهمي صحيح ولا إيش المراد ولا أين وصل المشروع؟ نعم يعني هو الاستيعاب ما هو مقصود نعم. لكن المتون الأساسية يعني فيه في النية والأمل بالله عز وجل أن يعين أنه تكون المتون الأساسية في العلوم الفقهية تحديدا ليس في العلوم كلها العلوم الفقهية جميل. يعني إلى حد ما نحاول أن نخدمها بشيء من هذا يا رب يسر. طيب أنتوا شيخ أيضا ليتكم ألحقتم الماسح الضوئي لكل مدام لكم شروح على بعضها كذا ببقية المؤلفات وكذا ترى هذا يحتاج إليها شيخ يعني وهذا مفيد جدا وليتك تشرحها أنت أدرى بما فيها مدام أنت اللي نظمتها عاد واللي حارة ولا قارها أنت تشرحها جزاك الله خير في شروح متعمدة حتى ترفع ويصير عند الناس. أنا اللي فهمت أنه في مقررات أخرى غير هذه تبع لها صح ولا لا شيخ؟ في منظومات وفيها أيضا الحقائب المعايير الشرعية حقيبة المعايير الشرعية أظن أنكم لعلكم عرضتم عرضناها أيضا. عرضناها نعم. في جمع الجوامع حقيبة جمع الجوامع تدريبات على جمع الجوامع أيضا عرضتوها جزاكم الله خير. لا أنا أتكلم عن الحقائب اللي ذكرناها اليوم. أنت ذكرت في المقدمة أنه تابع للمقررات المقررات هي يعني أنا عرفت أنه شيء ثاني غيرها هذه تحتاج المقررات حتى يفهم الطالب المشجرات والأسئلة صح ولا لا يا شيخ؟ يعني هي اللي فيها الشرح. لا هي التي اعتمدت بعضها ذكرت في الأخير يعني في المدخل مثلا أشرنا إلى الكتب التي اعتمدناها في آخر الكتاب. أيوة. بالنسبة للفقه مثلا والله المراجع متعددة يعني ما نقدر نحصرها في كتاب واحد ليس تشجيرا لكتاب بعينه. أيوة. لا رجع فيه كشاف القناع وغاية المنتهى وإلى آخره من كتب المدخل. طيب يا شيخ تبشرنا بعض أعمالك القادمة إن شاء الله. الله يسعدكم يا رب. والله شيخنا أسأل الله التيسير والعون. آمين. في طبعات أخرى للفروع الفقه مثلا لابن عبد الهادي ومعه حاشية بسيطة في تصحيح الفروع سميتها ما شاء الله سميتها. وفي إن شاء الله يعني انتهيت بفضل الله عز وجل من نظم فقه الأسرة ونظم فقه الجنايات وبه اكتمل ولله الحمد نظم فقهي في جميع المذهب الحنبلي بأرباعه الأربعة النظم كله بأرباعه الأربعة تقريبا 550 بيت يعني نظم مختصر جدا في الفقه ما شاء الله ما شاء بحيث يعين الطالب على استحضار رؤوس المسائل يا رب. طيب يا شيخ أنت ما دام أنت عرفت بالنظم وكذا ونظمك ما شاء الله معسول يعني أعطينا كذا بيتين خاص بالبرنامج ولا بالمداخلة الحلوة هذه
والله شيخنا المداخلة هذه تبغى ديوان شعري، ما هو البرنامج هذا يحتاج إلى ديوان شعري. يكفينا بيتين، يا بيتان إن شاء الله مغنية لنا بإذن الله. حقيقة لم أحضر، يعني فاتني أن أحضر هذا، ولكن يعني جزاك الله خير. نها تقول هات إذا في إن شاء الله لاحقا بإذن الله. طيب جزاك الله خير، الله يكرمك. جزاك الله خير شيخ عامر على هذه المداخلة الكريمة. الله يحفظكم يا رب. الله يجزيك. الله يرضى عليك. حفظكم الله ورعاكم. كان معنا الدكتور عامر بهجة أستاذ الفقه في جامعة الطيب دي منورة، أشكره هذه المداخلة. أستاذنا شيخنا في فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله. نتوق إلى العلم من نبعه. كن مع الله ترى الله معك، وتيقن أنه لن يقطعك، وأنب تلقى سدادا وهدى، ويزل عنك الذي قد أوجعك. كم له سبحانه من نعمة، ولكم من فضله قد متعك. وإذا دمعك قد فاض، فما غير ذي الرحمة يمحو أدمعك. وإذا صدرك قد ضاق، فلا ترجو إلاه، فكم قد وسعك. ما سوى الله ملاذ يرتجى، فاستعنه فعسى أن يسمعك. وإذا قلبك بالهم غدا شعبا، فادع عسى أن يجمعك. إن تخف أو ترجو من غير الذي يملك الأمر، فتلم ضيعك. ليس غير الله يقصي رحمة عنك، أو يعطيك ما قد منعك. وحده الله له الملك، وما غيره في وسعه أن ينفعك. علق القلب به سبحانه، إن لله يقينا مرجعك. نتوق إلى العلم من نبعه. حيا هلا بكم متابعين الكرام، مجدد الترحيب بكم شيخنا. حياك الله وبياك ولدي. وصل شيخنا مبدأنا من عرض الكتب. نعم، هذا سلمك الله عبارة عن رسالة دكتوراه أخذت في جامعة تكريت لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور منير محمد الدحام وفقه الله، وهو قد كانت له عناية كبيرة جدا بمؤلفات الشيخ العلامة الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه. الشيخ بن عثيمين مصنفاته التي طبعت كثيرة وما بقي أكثر، وشروحه الصوتية كثيرة جدا، جابت الآفاق ونفع الله بها شرقا وغربا، وتخرج عليها طلبة كثيرون منهم أشياخ ورؤوس صاروا في أبوابهم، ودكاترة وأساتذة في أنحاء العالم الإسلامي، ولله الحمد. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور منير محمد الدحام كانت له عناية خاصة بمؤلفات الشيخ، جردها تخيل ولدي من نهمه باطلاع على كتب الشيخ ومصنفاته أنه قرأ المطبوعة كاملا من مطبوعات الشيخ، وحتى ذهب إلى السمعيات الصوتية وسمعها تقريبا كاملا، وقرأ مما فرغت بيده شيء أيضا قرأها، فصار عنده شيء كثير ونهم كثير بما يتعلق بعلوم الشيخ، وعنده عدد مشاريع. كان من ضمن ما برز له هذا المشروع الذي أراد به، وهو قد جعله رسالة الدكتوراه، أن يستخرج جهود الشيخ في موضوع البلاغة، علم البلاغة بأقسامه الثلاثة المعاني والبديع والبيان. جاء وجد أن الشيخ كان ماهرا في هذا الباب، وهو من أصحاب الصنعة، وقد كان محققا مدققا، وليس على طريقة النقل فقط، وقد له إبداعات وانتقادات واستشهادات وتخطئة وتقويم، هذه دل على براعة ما تأتي بسهولة. والشيخ يستعمل أنواع البلاغة كاملة في كافة شروحه، في الفقه يستعملها، في الاستنباطات بالذات، في التفسير وشروح الأحاديث ما أكثرها عندهم، وجمع هذا كله وجعل في هذا البحث الذي سماه الشيخ ابن عثيمين، طبعا توفي 1421 رحمه الله، جهوده وآراؤه في علوم البلاغة لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور منير محمد الدحام وفقه الله. وقد قسم الكتاب إلى ثلاثة فصول، الفصل
الفصل الأول. ثلاث فصول هي الفصول اللي هي أقسام العلوم البلاغة الكبرى. المعاني طبعا قدم بترجمة للشيخ جميلة جدا. ثم بدأ الفصل الأول خصه بما يتعلق بعلم المعاني، هذا عند الشيخ بن عثيمين. المباحث التي تحته استيعاب لفقرات هذا الباب، يتعلق مثلا عندنا لما يتعلق مثلا في موضوع المعاني، جاء المبحث الأول موضوع الخبر، ثم عندنا موضوع الإنشاء، ثم الأمر والنهي، المباحث الأخرى المبحث الذكر والحذف، وانت ماشي التقديم والتأخير. يعني المباحث التي داخل كل فصل إنما هي تقسيم للموضوعات الموجودة تحت كل علم. الفصل الثاني خصه بما يتعلق بعلم البيان عند الشيخ بن عثيمين، ومباحثه ومطالبه استيعاب لأقسامه، التشبيه وأغراضه والمجاز وكذا، المبحث المحسنات اللفظية وغيرها. المبحث الفصل الثالث خاص بعلم البديع، والبديع محسنات معنوية ولفظية، طبعا كل واحد عنده تدرج فيها. أما الأخير مواضع ينبغي للبليغ التأنق فيها، وهذا خصه بالكلام لأن الشيخ كان يعتني به غاية. وكل الكلام كما ترى في أصله إنما هو يعني هو ذكر أنه جرى كتب الشيخ وما استنبطه من علوم البلاغة كاملة، ويأتي فيذكر هو كلام الشيخ وتقريره، ويشرح كلام الشيخ بكلامه في مواضع أخرى ويبينه. والشيخ كان كثير الاستشهاد بالآيات والأحاديث وكلام العرب من الشعر وغيره، وينتقد ويخطئ ويقدم ويؤخر ويصوب وهكذا والتباشي، وهذا يدل على التدقيق وجهود كبيرة جدا. وكان بعد ذلك يذكر أخونا الشيخ الدكتور منير الدحام هل هو موافق لما عليه علماء البلاغة أو أنه لا، أو حصل له لا شيء آخر، هل الشيخ يعني اختار مذهب من مذاهب المشهورة المعروفة في علم البلاغة أو لا. والكتاب حافل، يعني عندما تقرأ ولدي تقرأ دقائق الاستنباطات من الآيات والأحاديث للشيخ بن عثيمين في هذا الكتاب مجموعة محل واحد. جميل. وكلها لأجل يعني التذوق، المبني على التذوق والتأنق والفصاحة وعلم علوم البلاغة ونثرها، وهذا يدل على احتفاء الشيخ بهذا العلم. طبعا له دروس الشيخ، شرح دروس البلاغة هذا كان درس قام الواحد الواضح في البلاغة، هذا كتاب مشرحه. فالشيخ أصلا أقام دروسا برأسها في علم البلاغة مع ما أتاه الله الشيخ ترى من الناس من العلماء الفصيحين في شرحه رحمة الله عليه، مجلد من إصدارات دار ابن حزم. هذا أيضا من ضمن أحد ثمرات اشتغالي بعلوم الشيخ. لما جاء إلى مقدمة التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجد أن الشيخ كانت له عناية بالغة بهذا الكتاب، فهو جاء فانتقى فوائد من مقدمة أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم شرح هذه الفوائد المنتقاة من كلام الشيخ في شرحه لمقدمة أصول التفسير، سماها الفوائد المنتقاة من مقدمة في أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، توفي 728 للهجرة رحمه الله، والتعليقات لشرح هذه الفوائد من كلام وعليها تعليق يسير من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، توفي عام 1421 للهجرة. قام على هذا الانتقاء مع انتقاء الشرح أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور منير بن محمد الدحام، وفقه الله، وقد مضى على هذه الطريقة. أذكر لك مثلا الفائدة الأولى، الفائدة الثانية مرقمة، وهذا الفائدة المنتقى من كلام الشيخ الإسلام، وهنا الشرح من كلام الشيخ بن عثيمين مع التوثيق وفقه الله. وما يحتاج إلى بيان الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار رواد المجد بالاشتراك مع دار العصماء بالشام. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، وهي تتعلق بأحد الاتجاهات التي ظهرت حديثا في المذهب الإمامي، وهو بعنوان الشيرازية الإمامية عرضا ونقدا لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عادل بن صالح الغامدي. هو قال إنه هذا الاتجاه الجديد الذي برز حديثا ما لو يقول على شد 50 سنة تقريبا، له مؤسس محمد مهدي الشيرازي وتكلم عنه وترجم الترجمة مطولة، ثم من خلفه بعد ذلك ومن هم أعيان هذا الاتجاه عندنا وانتشارهم مواقع انتشارهم وأهم الأصول والقواعد التي ينطلقون منها والأفكار وما خالف فيها العقيدة الأم العقيدة الإمامية الاثني عشرية أو أوجه المخالفة الاتفاق والافتراق عندهم، ثم عرض ذلك على منهج أهل السنة والجماعة وما خالف فيه وفقه الله. والكتاب مجلد ضخم وفيه وهذه من الدراسات الحية، لأن أثر هذه الطريقة الحديثة الشيرازية الاتجاه الشيرازي الجديد هذا ما زال موجودا. بدأ بتمهيده فيه عن تكلم عن الوجود الشيعي، بدأ من الدولة الصفوية إلى انتهاء بالدولة الحالية. بعد ذلك الباب الأول خص له بنشأة الشيرازية الاتجاه هذا، وجعل تحته فصلان، فصل خاص بتعريف المؤسس، والثاني القيادات التي قامت على هذا الاتجاه. الباب الثاني خص له بتطور هذا الاتجاه الشيرازي، وجعل تحته ثلاثة فصول فيها مراحله التاريخية والجماعية
الجوانب التي اهتم بها من السياسية وغيرها، بعد ذلك الشخصيات وأهم التيارات التي انشقت عنه شيء من ذلك، والباب الثالث الأخير المؤسسات الدينية عند هذه الطائفة الشيرازية وأثر عليها، وبدأ يتكلم فيها في فصلان، فصل في المرجعية عنده يعني الخلافات التي بينه وبين أمثال من الإمامية، والأخير الجانب العقدي عند الشيرازية الباب الأخير ومناقشته في عدد من الموضوعات المهمة، 5 موضوعات مهمة: الإمامة والعصمة والمهدية وموقفه من الصحابة، هذه كل واحد خصها بمبحث خاص وتكلم عنها. والفصل الثالث آراء التي يعني فصل ثاني يتعلق ببعض الآراء الخاصة بهذه الطائفة من بعض الطقوس التي تقام عند هذه الطائفة أو الطائفة الإمامية. الكتاب مجلد ضخم لإصدارات المركز العربي للدراسات الإنسانية بمصر، هذا سلمك الله عبارة عن اختصار لكتاب عظيم، وهو كتاب المغني. صاحبه يقول إنه منذ 20 سنة وهو يختصر ويعلق لنفسه، فقرأ كتاب المغني فاختصره لنفسه في الأصل، ثم بعد ذلك طالبه من طلبه أن يطبعه ليستفيد منه الطلبة وشيء من ذلك، فاختبع الكتاب بعد أن نسقه ونمقه وعاد نظره على الكتاب من جديد مرة أخرى بعد أن سار له اشتغال به قرابة 20 سنة، قرأه أكثر من مرة وجعل الكلام ها هنا في المخلص خالصا للإمام قدامة رحمه الله في كتابه العظيم المغني، ولخصه في هذا المجلد الضخم سماه سبيكة المفتي وغنيمة المستفتي، تلخيص كتاب المغني، المغني من قدامة رحمه الله. أما التلخيص والسبيكة فإنها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسين البلوطي وفقه الله، وطريقته أنه يعول فقط على ما كل الموجود لفظ ابن قدامة، وهو قد اختصر أشياء كثيرة جدا، فإن لا يبقي على المسائل، يعني حتى ما ذكروا من المذاهب الأربعة يذكر المذاهب الأئمة الأربعة، حتى روايات المذهب يحافظ على روايات المذهب المذكورة، وأما الاستدلالات والمناقشات والجوات هذه كلها ليست موجودة، ولكن في الهامش ربما ذكر شيئا من استدلالات الحافظ الإمام ابن قدامة رحمه الله، شيئا يعني ليست كل الأبواب، فهو كتاب ملخص للأصل الكلام للإمام ابن قدامة رحمه الله. وكنت أود لو أنه اعتنى بعلامات الترقيم، فإنه لما عول على طبعة الشيخ عبد الله التركي للمغني فهي طبعا مفقر، علامات الترقيم فيها ممتازة، ليته أبقاها، فإن وضع الكلام مرسلا على طريقة الطباعة القديمة يعني ما تجوز الاستدبار للشيء الحديث ما يجوز. مجلد ضخم من إصدارات دار الظاهرية للنشر والتوزيع، هذا عندنا كتاب لطيف، وهو بحث صاحبه قصد تماما إلى فرية خرج به بعض المعاصرين من الأفاكين والكذابين، أن ربا الفضل غير محرم، أن ربا النسيئة هو المحرم، وحتى النسيئة ليس كل محرم، صورة واحدة المحرمة عندهم، كذب وافتراء على الأئمة والمذاهب وعلى كلام على كتاب الله ورسوله وسنة رسوله. هو أخونا حبيب وضع أخذ هذه الفرية وبدأ يفندها ويدفع كل الشبه، جمع من هذا ومن غيره كل ما طرحه الذي يقولون من بعض المعاصرين بجواز ربا الفضل مخالفين إجماع المسلمين من المذاهب الأربع وغيرها، فإن رد عليه بشواء تتبع الآثار والأقوال والمنقول والإجماعات المنقولة وشيء من ذلك، سماها القول الفصل في الرد على من أباح ربا الفضل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد الحماد وفقه الله الباحث المعروف الكويتي، وهو بحث الحقيقة هذا من الأبحاث النفيسة في هذه الجزئية، فإنه قسمه إلى 3 مباحث أو فصول، وكل مبحث منه خصه بقضية مهمة. جعل المبحث الأول خاص دراسة لأحاديث حديث لا ربا إلا في النسيئة، دراسة كلام طويل تفصيلا في مطالبه، والثاني جعله خاص بالكلام على قول الفقهاء إذا جر القرض، إذا كل قرض جر منفع فهو ربا في مطالبه، ودرس تحته ما يتعلق بالمبحث الثالث دراسة لآثار الصحابة المروية في الباب، وتكلم عنها كل واحد من آثار الصحابة خصه بمطلب ودرسه، عندنا 6 من هذه الآثار، الدراسة فيها استيعاب للآثار والمنقول في هذا الباب، وخلص إلى نتائج جميلة جدا، وكتاب من إصدارات دار إيلاف بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر، وهو الحقيقة يا ولدي لأن حبيت أختم بهذا الكتاب عشان يصير أمسية حلوة يعني عندنا، هذا الكتاب يتعلق عن الحب، والحب طبعا نحن في البرنامج عرضنا ترى مجموعة من الكتب تتعلق بهذه القضية، مسألة الحب ومعناه والمذموم منه والممدوح والمشروع وما جاء فيه من الكلام وغيره والأحكام ومسائل، ترى الكلام فيه كثير. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة هيا بنت سلمان الصباح وفقها الله، نحن سبق عرضنا لها كتاب أظن يا ولدي في هذا البرنامج في سيرة أمهات المؤمنين، نعم. أحسن سيرة أمهات المؤمنين، نعم في غاية الجمال هذا الكتاب، وهذا ولدي كمان يمكن أحسن منه، وهو في هذه القضية وهو موضوع الحب، هو هي تقول طبعا أوش العنوان سمته أرومة الحب من منابع الشرع، هي جاءت لهذه القضية أول شيء ك
كلام يشك أو كلام يعني كلام رشيق بقلم أنيق في غاية الأدب والتحفظ، وهي قد لا تتكلم عليه إرسالا، بل تتخيل تتبعت كتب العلماء والذين صنفوا والأدباء الذين صنفوا في هذه القضية، خصوصا أول ما ذكرت التصنيف المفرد الذي انتهجه العلماء في هذا الباب أو في هذه القضية، وتكلمت عنها تتبع التدوين في الحب على كتاب ووقفت مع كتاب طوق الحمامة وكتاب روضة المحبين من القدامى، قالت فإن فيهما ما لا ينبغي، وهكذا اعترض عندها اعتراضات وتأتي بكلام العلماء وما ذكرته ما يحتاج نقد ينتقده من كلام العرب، من القصص المنقول، من الأحكام الشرعية المتعلقة بها الكتاب، مع أنه في موضوع الحب، لكنه الحقيقة يعني ما أظن، والكتاب بليغ يعني في غاية القمة الأدبية ما شاء الله تبارك الله، وفيها تنسيق وإفادات علمية واضحة، يعني ما فيها من استدراكات وتنبيهات وتعقبات يصلح أن يعلقها الإنسان على الكتب الموجودة عنده فيما ذكرته من الكتب ونقلت، سواء كتب أدب، كتب تاريخ، كتب موضوعات تتعلق بهذه القضية. طبعا هي قسمتها إلى هذه العناوين، هذه كل عنوان داخله مجموعة من القضايا النحوية واللغوية والتاريخية، لكن لا تخرج عن موضوع شوف من منابع الشرع، وهذا تقصدت له عناية في هذا الباب وفق الله، والكتاب في مجلد ضخم من إصدارات أظن مؤسسة هيا أو المكتبة الوقفية الجامعة لمؤلفات الدكتورة هيا الصباح، وهي تابعة لها، لكن إخراجها أنيق في هذا المجلد وفق الله. جزاكم الله خير شيخنا على هذا العظيم، عافاك الله، سلام، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.